النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفيكتور اناليسيز او تحليل البيانات المكانيه. قبل كده قلنا ان الطبيعه ممكن نمثلها داخل مجموعه معلومات جغرافيه في صورتين، يا اما راستر يا اما فيكتور. اتكلمنا بالتفصيل عن الفيكتور داتا موديل، كيفيه تمثيل البيانات اللي موجوده في الطبيعه اما كنقطه او كخط او كبوليجون مضلع. اتكلمنا برضه عن التوبولوجي واهميتها في ضبط العلاقات بين الفيتشرز المختلفه، وقلنا انها بتتكون من خاصيتين اساسيتين، الكونتيجوتي اللي هو التجاور بين البوليجونز المختلفه، ان كل بوليجون يعرف ايه البوليجون اللي جنبه، والكونكتيفيتي اللي هو الاتصاليه بين الشبكات سواء شبكات طرق شبكات مرافق الى اخره، بحيث كل طريق يعرف هو متقابل مع طريق ثاني او متقاطع معاه في نقطه شكلها ايه او فين. وقلنا الفرق بينها وبين التوبوجرافي ان التوبوجرافي هي شكل سطح الارض، لكن التوبولوجي هي الخصائص المكانيه والهندسيه بين الفيتشرز المختلفه. نبدا بقى نتكلم دلوقتي عن الفيكتور اناليسيز او تحليل البيانات المكانيه. خلينا نبدا بقاعده مهمه جدا، عشان تكون محلل بيانات شاطر لازم تكون تقدر تفهم السوفت وير بيعمل ايه، ايه الاجراءات التحليليه والخطوات الرياضيه والحسابات اللي بيقوم بيها السوفت وير عشان يطلع لك في الاخر كجي اي اس اناليست النتيجه اللي حضرتك بتشوفها قدامك على الشاشه. هنتكلم عن بعض انواع التحليلات المختلفه في المحاضره النهارده. اول حاجه اللي هي الاطوال، قياس اطوال الخطوط، قياس المساحات، تحديد نقاط التقاطع بين خطين، تحديد اذا كانت نقطه معينه موجوده داخل بوليجون ولا مش موجوده جواه، كومباينيشن اوف ماب لايرز، ازاي تمرج ماب لايرز توجذر، هاو تو كليب ديزولف اند اليمينيت بوليجونز، البافر زونز والنتوركس. هنتكلم لما نتكلم عن كل واحده هنتكلم عن التطبيق الخاص بيها في الواقع الفعلي او في بزنس معين زي الاثار زي التخطيط العمراني الى اخره. نتكلم دلوقتي بقى عن الاطوال او حساب المسافات داخل الجي اس. خلينا نبدا اول حاجه نقول ان احنا عاده لما بنخزن اي بيانات جوه الفيكتور موديل بنخزنها عباره عن كوردينتس او احداثيات، سواء كانت نقطه بتكون احداثي واحد او لاين بيكون احداثيين، نود ستارت نود وان نود بالكوردينتس بتاعهم. الفكره احنا هنتكلم دلوقتي عن كيفيه حساب طول الخط المكون من ستارت نود وان نود فقط. عادة بنحسب بطريقة أو بنظرية Euclidean Distance. هذه النظرية عبارة عن أن طول مربع طول الوتر بيساوي مربع طول الضلعين المتعامدين. So A square بيساوي B square plus C square. Distance داخل Network، داخل شبكة، عبارة عن الشبكة ممكن تكون عبارة عن مجموعة من الخطوط أو مسار معين بيبدأ بـ Start Node مخزن داخل نظم معلومات جغرافية كـ Start Node و End Node وفي Vertices في النص. عشان نحسب حاجه زي كده بنحسبها ازاي؟ بنحسبها بنفس القاعده اللي فاتت اللي هي نظريه فيثاغورس او مسلمه اوكليدس، ان مربع طول الوتر بيساوي مجموع مربع طول الضلعين المتعامدين. نبدا نحسب القطعه الاولى من المسار، نضيف عليها طول القطعه الثانيه من المسار، ثم طول القطعه الثالثه، وبالتالي نحسب طول ايه المسار كله. ده بنستخدمه في ان احنا نقيس اطوال الشوارع، اطوال الانهار، كل الحاجات ديت بتعتمد مينلي على نظريه فيثاغورس. نتكلم عن نوع تاني من التحليلات اللي هو قياس المساحه. قياس المساحه لو احنا مثلا عايزين نقيس مساحه ملكيه معينه، عايزين نقيس مساحه بحيره معينه، مساحه اي ملمح جغرافي موجود على سطح الارض. طريقه حساب المساحه تتلخص في معادله رياضيه محدده. وهي موجوده قدامنا على الشاشه دلوقتي. خلينا نطبق المعادله ديت على الشكل اللي قدامنا. هنلاقي ان عندنا بوليجون مكون من A اللي هي 4 و10، B اللي هي 9 and 7، C اللي هي 11 و2، ودي اللي هي 2 و2. اوكي، هنبدا نحطه قدامنا في الجدول اللي ظاهر قدامنا، A B C D A تاني. طبعا احنا قلنا A تاني بتكرر لان احنا لما بنيجي نقفل البوليجون بنكرر اخر كوردينت. تعالوا نشوف قدامنا، مرصوص قدامنا نقط ومرصوص قدامنا اكس واي بتاعت كل نقطه. نقطة A 4 و10، نقطة B 9 and 7، نقطة C 11 و2، نقطة D 2 و2، ونقطة A تاني 4 و10. بيبدأ أول حاجة هو لما جمع وفقا للمعادلة اللي ذكرناها قبل كده طلعت ماينس 92 على 2 بتساوي 45.5، يعني الأريا بتاعت البوليجون اللي قدامنا دوت بتساوي 45.5 من الوحدة اللي تم الرسم ليها. تعالوا نشوف هو خدها إزاي. هو أول حاجة خدها قال 28 ماينس 90. 28 يعني 4 في 7 يعني اكس A اكس اوف A مضروبه في y of b minus 90 اللي هي x of b مضروبه في
y of a وهكذا بيمشي عليهم واحده واحده ثم بيجمع دول في الاخر القيم اللي طالعه اللي هي minus 62 minus 59 18 12 بيجمعهم مع بعض وبياخد الحاصل الجمع دوت يقسمه على 2 ياخد القيمه المجابه بتاعته بتطلع 45.5. نيجي دلوقتي النوع ثاني من التحليل اللي هو الانترسكشن بين تو لاينز. ده بنستفيد منه ان احنا نقدر نعرف التقاطع، مثلا طريق عايزين نمده مع نهر بحيث نحط كوبري في المنطقه اللي هي قطع فيها الطريق مع النهر. الحقيقه ان احنا عندنا نوعين من الانترسكشن، ترو انترسكشن او ابروكسيميتد انترسكشن. الترو انترسكشن اللي هو التقاطع الفعلي لخطين فوق بعض، طريقين فعلا بيتقاطعوا مع بعض، تمام. الابروكسيميتد انترسكشن اللي هو كنا بناخده في الماث اللي هو فيه تو لاينز ماشيين كده ويتقاطعوا في نقطه تخيليه بعيده. احنا اللي يهمنا في الجي اي اس اكتر هو الترو انترسكشن. هنتكلم دلوقتي عن الترو انترسكشن. الترو انترسكشن انا عندي خطين، معدل الخط الاول واي ايكوال 2.96 في ماينس 4، وايكويشن اوف لاين 2 اللي هي واي بتساوي ماينس 2.13 باي بلس 45. طيب انا عندي معدل كل خط من الخطين. عند الانترسكشن بوينت، عند الانترسكشن بوينت المعادلتين بيتساوي، فبالتالي بنحطهم زي ما حطيناهم قدامنا كده، المعادله الاولانيه بتساوي المعادله الثانيه او ال 2 واي بيتساوي مع بعض. من هنا بنبدا ان احنا نحل المعادلتين، بنجيب المجهول اكس والمجهول واي، بيطلع المجهول اكس قدامي زي ما حسبناه طلع 10 والمجهول واي بيطلع 24، بالتالي الخطين دول بيتقاطعوا عند 10 x بتساوي 10 و y بتساوي 24. دلوقتي قدرنا ان احنا نجيب الاحداثي الخاص بنقطه تقاطع الخطين. ربما يكون الاحداثي دوت احداثي تخيلي مش احداثي تقاطع حقيقي. نتاكد ازاي ان هو احداثي تقاطع حقيقي؟ نتاكد ان تكون قيمه x اللي هي 10 x بتاعت نقطه التقاطع اللي هي 10 محصوره بين x1 و x2 وقيمه y اللي هي الخاصة بنقطة التقاطع اللي هي 24 محصورة بين y1 و y2. x1 و x2 اللي هي maximum x و minimum x. y1 و y2 اللي هي maximum x و minimum x في الكوردينيتس بتاعت التو لاينز. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح المثال السابق وازاي تم حساب نقطة الانترسكشن وازاي اتأكد فعلا ان هي فعلا فيزيكال وموجودة على تقاطع الخطين او تقاطع الطريقين او تقاطع الممرين المائيين او تقاطع الطريق مع النهر او تقاطع اي خطين موجودين قدامنا على الخريطه في الجي اي اس سوفت وير. التحليل اللي جاي هو بوينت ان بوليجون، عايز اتاكد اذا كانت نقطه موجوده داخل بوليجون معين. على سبيل المثال عايز اتاكد ان مدينه معينه موجوده داخل محافظه معينه. ازاي تتاكد من القصه ديت حسابيا او ماثيماتيكالي داخل الجي اي اس سوفت وير؟ الموضوع الحقيقه بسيط جدا. اول حاجه بنبدا ان احنا من عند نقطه بنرسم خط مستقيم. هذا الخط المستقيم بيتقاطع مع البوليجون. لو تقاطع في عدد فردي من النقط مثلا 1 3 5 7 معنى كده ان النقطه دي داخل هذا البوليجون موجوده جواه. لكن لو تقاطع في عدد زوجي زي 2 4 6 8 معنى كده ان النقطه ديت مش موجوده جوه البوليجون، واعتقد المثال اللي قدامنا بيوضح الصوره دي كويس.